قد تنذهل منها، يعني بعضهم في صف أول ثاني ابتدائي، مواقف مثلا كان بعضهم، هذا شيء حقيقي بدون ذكر أي أسماء، ذهب إلى دبي وكانوا في فندق، يعني أطفال أرادوا أن يعملوا مقلب في الفندق، أو أصبحوا يتصلون على الطرف الأخرى ويخبرونهم أننا مثلا نحن من الشرطة، هم راهقين، نحن من الشرطة والبوليس، افتح الباب وانزل تحالا إلى أسفل الفندق، أو اطلع هناك مداهمة أو هناك حريق. فأصبح هناك ضجة كبيرة في الفندق، طبعا أدى إلى تدخل الجهات الأمنية في دولة الإمارات الشقيقة، وأصبح هناك يعني هذه جرأة متناهية. يعني هم طبعا بحسن نيتهم. كم أعمارهم دكتور؟ كانوا في عمر من 10 إلى 14 سنة، يعني طبعا لم يتوقع أن يكون أمر بهذا الضخامة ويصبح أمر مسؤولية جنائية، لأنك أنت عندما تفزع الناس وتثير الرعب، هو نوع من الإرهاب صراحة. وتخيل أن أحد مثلا سواء لديه لا قدر الله مشكلة في القلب، أو قد يصاب بنوع من يعني الجلطة أو يعني الإغماء، أو قد لا قدر الله يكون يحصل لديه خوف شديد. طيب هذا يعني هناك عواقب كثيرة. أيضا أن تنشر الرعب يعني أو ترهب الناس العاملين حولك مثلا في الفندق، أكيد لها مسؤولية جنائية. بالضبط. هناك غيرها طبعا كثير، بعضهم مثلا في المدارس عندما يعني اتفق مجموعة، هذه أشياء حقيقية طبعا في كثير، بس أنا أذكر بعض المواقف التي نتج عنها ضرر، أنه زميلهم في الأسفل هم في الدور الآخر الأعلى في المدرسة. نعم في المدرسة، فحبوا نعم المقلب، أسقطوا يعني عليه شنطة وكانت مليئة يعني ثقيلة، فسبب ضرر مباشر للطفل وأغمي عليه. ونعم هذا ما يحصل أحيانا حتى بالسيارة بعضهم، وحصلت أنه أحدهم أراد أن يمازح يعني أصدقائه ويعني يثير الرعب يخوفهم على قولته، فاقترب بالسيارة بشكل مسرع وهم لم ينتبهوا، وأدى إلى أنه صدم أحدهم.